بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نتم ما بدأناه في الدرس السابق حول مؤشرات التموضع لماركر. لقد تعرفنا سابقا على كيفية إنشاء مؤشرات التموضع وعلى كيفية حذفها وكذلك كيفية تضليل المساحة المحصورة بينها إلى غير ذلك. أما في هذا الدرس فسوف نتعرف على كيفية إنشاء لائحة للمقاطع الصوتية من أجل قراءتها أو من أجل حفظها على القرص الصلب للحاسب. أولا نقوم بإدراج ملف صوتي ثم نقوم بإنشاء مؤشرين للتموضع في لحظتين مختلفتين. مثلا في هذا المكان يكون مؤشر البداية وفي هذا المكان يكون مؤشر النهاية. في نافذة ماركور تظهر المعلومات الخاصة بالمؤشرين، هنا أسماء المؤشرين ويمكننا تغييرهما كما رأينا ذلك في الدرس السابق. في هذا المكان تظهر اللحظات الزمنية التي يتموضع فيها كل مؤشر، هنا بالنسبة للحظة النهاية ف والمدة الفاصلة بين المؤشرين لا تظهر أي معلومات لأننا لم نقم بعد بإنشاء مساحة محصورة بين المؤشرين. هذه المعلومات يمكننا حذف بعضها أو إضافة بعض المعلومات الأخرى إليها انطلاقا من هذه القائمة، ثم الضغط على الأمر Affiche le marqueur ثم تفعيل الخيارات المرغوب فيها. مثلا سنضيف الخيار تيب، نقوم بتفعيله ثم نضغط على الزر OK فيظهر هنا في نافذة ماركر. نعم، نريد مثلا أن نستمع إلى المقطع الصوتي المكون بهذين المؤشرين. أولا نقوم بضمهما إلى بعضهما انطلاقا من هذه الأيقونة. تلاحظون بأن هذه الأيقونة أصبحت مفعلة الآن. سأعود إلى الوراء باستعمال لوحة المفاتيح Ctrl Z. تلاحظون بأن الأيقونة الآن غير مفعلة. سأعاود العملية، الأيقونة الآن أصبحت مفعلة. سأضغط عليها لأضيف هذا المقطع الصوتي إلى نافذة List de Lecture وهي توجد هنا بالأسفل. تلاحظون هنا أن المقطع الصوتي المكون من المؤشرين ظهر في النافذة. للاستماع إلى المقطع أضغط على أيقونة القراءة في اليسار أو في الأعلى. ولا تغتر بمن رجع بسلاسل جيد من ذهب فالله وحده. إذا أردت حذف هذا المقطع فأضغط على هذه الأيقونة، وإذا أردت أن تتكرر القراءة فأختار هنا عدد مرات القراءة، مثلا سنكتب 2 لتعاد القراءة مرتين. سنستمع. ولا تغتر بمن رجع بسلاسل جيد من ذهب. أستطيع كذلك أن أنشئ مقطعا آخر بنفس الطريقة. مثلا في هذا المكان أنشئ مؤشرين للتموضع. أقوم بضمهما ثم أضغط على هذه الأيقونة. نعم، يظهر المقطع في الأسفل. يمكنني تغيير تموقعهما بالضغط على هذه الأيقونة. إذا أردت الاستماع إليهما معا أضغط على هذا الزر الذي في الأعلى. الملف الأول سيقرأ مرتين ثم ينتقل إلى قراءة الملف الآخر. ولا تغتر بمن رجع بسلاسل جيد من ذهب. ولا تغتر بمن رجع بسلاسل جيد من ذهب. لا تلقي بنفسك في البحر فالله رؤوف بالعبد ورسول الله يبشر.
أما إذا أردت أن أحفظ هذين المقطعين على القرص الصلب للحاسب، فأضغط على المقطع هنا ثم على الأيقونة التالية، فتظهر علبة الحوار هذه، فهنا أقوم إن أردت بكتابة أي حرف يضاف إلى اسم المقطع. تلاحظون هنا ظهور هذا الحرف، كذلك هنا أكتب مثلا رقم 1 يضاف إلى الاسم كما تلاحظون. أما الاختيارات الأخرى فهي كما رأيناها سابقا. سأترك مسار الملف في سطح المكتب، وسأترك هذا الخيار مفعلا، ثم أضغط على الزر Export. سأتوجه الآن إلى سطح المكتب. تلاحظون بأن المقطع الصوتي أصبح في ملف صوتي مستقل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى درس لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.